معنية بتجربة هذه الصواريخ قبل أن تشتريها وقبل أن تفكر في أن تقتنيها. وإسرائيل معنية جدا في أن تباع في الولايات المتحدة، لأنها إذا بيعت هناك فإنها ستباع أيضا في دول أخرى في العالم. هذا من جهة. من جهة أخرى، الحرب الآن محدودة في إسرائيل، لا يستطيعون أن يخوضوا حربا ضد إيران لوحدهم، ويحتاجون إلى الولايات المتحدة. وليس صدفة أن التدريبات المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة قبل شهرين كانت على هذا الموضوع، ولكن الآن في إسرائيل يشعرون بأن الولايات المتحدة تضللهم، إنها ليست معنية في حرب مع إيران، إنما هي ترى أن بالإمكان خلال السنة الجارية كلها استمرار المفاوضات، وهذا يزعج الإسرائيليين. نعم. ولذلك يفتشون عن مخرج، والمخرج قد يكون فيما يتدربون عليه في إسرائيل الآن. الأسبوع الأخير الذي انتهى اليوم كانت هناك تدريبات عسكرية في إسرائيل حول اجتياح كامل لقطاع غزة، وليس فقط توجيه ضربة عسكرية، وكانت التلميحات نحو حزب الله في لبنان أيضا. ولكن الأفضلية كما تبدو اليوم في الوقت الحاضر هي مركزة على غزة. ما يعيق ذلك اليوم هو أولا أن الجمهور في إسرائيل ليس جاهزا لمثل هذه الحرب، لأنه لا يرى سببا إليها. فهو عندما يستمع إلى السياسة الإسرائيلية والسياسة الإسرائيليين يستمع إلى نوع من التعبئة الفكرية والقناعات الداخلية حتى يقبلوا بمثل هذا الحرب، لأن المجتمع الإسرائيلي ليس بسهولة يقبل حربا. أقرب القوى التي من الممكن أن تقنع إسرائيل اليوم إلى حرب هي في قطاع غزة، وليس في كل هذه التجمعات الكبرى للعالم العربي أو لإيران وما يسمى محور الشر. على كل حال، أعود إلى لبنان، ربما هو العنوان الأساس، يعني التهديد المباشر كان للبنان. وأعود إلى العميد حطيت. حضرة العميد، هل يعني يعتمد الجانب الإسرائيلي بهذه التصريحات سياسة الدمج، يعني بمعنى التعامل مع لبنان في إطار عسكري واحد، يعني يتحدث عن الدولة بما تعنيه حكومة جيش وشعب، ويتحدث عن المقاومة، ويتحدث عن الحزب، يعني عملية الدمج، هل هذا مفهوم جديد لسياسة هذا الكيان؟ هذا خداع إسرائيلي. هذا خداع إسرائيلي وخبث إسرائيلي معا. بمعنى أن المتتبع للشأن في لبنان والذي يقرأ تاريخ العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أن اغتصبت إسرائيل فلسطين، هل يرى يوما أن هناك تمييز إسرائيلي بين حكومة وبنية تحتية ومقاومة شعبية؟ أبدا. هذا الكلام غير صحيح. في العام 1993 هل ميزت، يعني حزب الله لم يكن جزءا من الحكومة، صحيح، في العام 1993 و 1996 لم يكن جزءا من الحكومة. لماذا ذهبت الطائرات الإسرائيلية وقصفت محطة كهرباء ضربت صليم من التحتية التي تهدد بها الآن؟ لا تحديدا محطة كهرباء صليم. وين صليم؟ وين؟ في حزب الله. هناك خداع إسرائيلي، بغية إغراء العداوة والبغضاء داخل المجتمع اللبناني. إسرائيل لا تميز في لبنان أحد. حتى من يتعامل معها عندما تكون مصلحتها العسكرية بضربه فإنها لن توفره نيرانها. ولهذا السبب هذا الكلام هو خداع وخبث لا أتوقف عنده، وليس بجديد أبدا في السلوك العدواني الإسرائيلي. له وظيفة واحدة هي بذر البغضاء والشحناء داخل المجتمع اللبناني. أعتقد أن المجتمع اللبناني في معظمه أكثر من 85-90% أصبح لديه المناعة، فلا يسقط في هذا الموضوع. وهناك بعض الأطراف الذين يشدهم تاريخهم قد يقعون، ولكن ليس لهم تأثير شارعي ولا ميداني. يعني أنت لا تعتقد أن باراك يحاول فرض دفتر شروط جديد بشروطه ضد لبنان من دون أبداً ليس هناك أبداً من دفتر شروط؟ أعتقد أن هذا الأمر فقط من أجل تغطية عدوانيته وزرع البغضاء، وأيضا مخالفاته للقرار 1701. صحيح. ومسألة الغجر اليوم، في هذا اليوم بالذات التصريح الذي أدلى به مندوب الأمم المتحدة أو ممثل الأمم المتحدة أنهم لم يصلوا إلى نتيجة مع ممثل الخارجية الإسرائيلية في الغجر. لماذا يستمرون في الغجر؟ أليس قرار القرخان 1701 والدولة فاوضتهم وهناك لجنة عسكرية رغم أننا لا نوافق على ذلك، ومع ذلك لم ينسحبوا من الغجر؟ هؤلاء يتعاملون مع الواقع بخداع وخبث. هم يقولون لا ثقة لديهم في قوات اليونيفيل، يعني لا تستطيع قوات اليونيفيل أن تأخذ مكانهم في حال انسحبوا. هذا هو الكلام الذي يسوقون. هذا كذب فقط.
أتحول إلى القاهرة إلى اللواء الشعراوي. حضرة اللواء، هل تسعى تل أبيب من خلال هذه التصريحات تصدير أزمتها مع الولايات المتحدة إلى لبنان وفلسطين برفضها مقترحات أوباما مسبقا وللتأسيس لحرب جديدة في المنطقة؟ هل ترى هذا ممكن؟ لا، هو أنا أرى فعلا يعني أن هي تريد أن تصدر مشكلتها لخارج إسرائيل وبالتخويف وتطمئنت شعبها بأنه مؤمن ضد أي حاجة بأسطورة اسمها القبة الفولاذية هتغطي إيه؟ ضد الصواريخ الصغيرة ولا الكبيرة ولا العالية ولا الهاولات هتغطي إيه؟ فدي نقطة. هي تريد أن تعمل نوع من البلبلة والتخويف والتهديد للمنطقة، هي لأنها غير قادرة على الحرب حاليا، لأن هي جربت في 2006 واضح أن هي ما قدرتش تعالج النقاط التي ظهرت في تقرير فينوغراد. واضح أن المستوى اللي وصل ليه حزب الله والمستوى اللي وصل ليه إيران والمستوى اللي وصل ليه حماس في قطاع غزة من أسلحتها نوع تخلق نوع من التهديد أو التخويف للشعب الإسرائيلي. طيب، وهي تريد أن تطمئنه نفسه. جيد، أعود إليك سيد مجلي وعودة إلى طبعا الداخل الإسرائيلي. هل يعني هناك كلام عن حماية 100% توفر للإسرائيليين وأن هذه القبة ستمنع استهداف التجمعات السكنية الإسرائيلية في حال تعرضت التجمعات السكنية سواء في لبنان أو في القطاع في قطاع غزة تحديدا؟ لا بالطبع لا، يعني يجري حديث صريح أن هذه القبة الحديدية أولا مداها الأقصى هو 70 كيلومترا ولم يتحدثوا عن حدها الأدنى، ولكن هناك خبراء عسكريين في إسرائيل يقولون صراحة أن القبة الحديدية لا تستطيع أن تسقط صواريخ في مدى قصير جدا، وهذا يعني أن الكرة الحدودية ما زالت تحت هذا الخطر. ثانيا، يتحدثون عن أن قسم من الصواريخ بحد ذاتها، الصواريخ الصغيرة والبدائية، هي أيضا لا تدخل في إطار هذه القبة، ولذلك هنالك نواقص ما زالت فيها، وخلال الشهور الستة القادمة التي يتحدثون عن بداية نشرها والتدريب عليها يتحدثون أيضا عن ضرورة إضافة أمور عليها وتقنيات تستطيع فيها أن تسد هذا العجز، ولكن لم تسده حتى. طيب، حضرت العميد لأختم معك. أولا، يعني يونيفيل من تصريحاتها ترى أن الوضع في جنوب الليطاني هادئ تماما، وهي تطالب الأطراف المعنية الالتزام بتطبيق قرار 1701 مع معرفتها أن الذي يخالفه هذا الكيان. أولا، ماذا عن الخرق، يعني إلى أين يمكن أن يوصل الخرق الإسرائيلي؟ ثم ماذا عن الإدانة؟ وهل وضع اليونيفيل سيكون في حالة جيدة في حال حصل مثل هذا العدوان؟ بكلمة سريعة. نعم، أولا بالنسبة للخرق، اليونيفيل هي شاهد على عجزها لمنع الاختراقات الإسرائيلية المتتالية. نعم، وهذا أولا باختصار. الأمر الثاني، أن اليونيفيل فيما لو قررت إسرائيل شن حرب لن يكون لها أي دور في منع هذه الحرب. اليونيفيل لم تأتي لتواجه إسرائيل، هي أتت في العمق، يعني جوهر القرار أتت اليونيفيل لتحمي إسرائيل وليس لتواجهها. نعم. أما إذا شنت الحرب فلن يكون أمام اليونيفيل إلا التحصن في مواقعها أو البحث عن طريق للفرار، وطريق الفرار أصلا في الحرب يكون مقطوع. أشكرك العميد الدكتور أمين حطيط الخبير العسكري الاستراتيجي مع هذا المقطوع، يعني ننهي حلقتنا معك، ونشكر انضمام اللواء حمدي شعراوي الخبير الاستراتيجي من القاهرة ونظير مجلي الخبير في الشؤون الإسرائيلية من الناصرة. نشكركم مشاهدينا على المتابعة، والسلام عليكم. شكرا لك.